الشعب هو شعب واحد، ولن يكون إلا شعب واحد. كل يظهر متطرفين إرهابيين خارجين عن روح الدين وعن روح الدين لا يمثل مصر. أما اللي يمثل مصر ما قد رأيناه. وقلت سابقا إن المسيحية والإسلام في مصر هي لكي يتنافس الكل في حب الله وحب بعضنا البعض بالخدمات بالمشاركة بإيجاد فرص للعمل بإيجاد مفاهيم طيبة. طبعا ده مطلوب من لكي نصل إليه عمل كبير وعمل كثير ومستمر ومصارحة وصدق مع النفس لا نجامل على حساب الحق أو على حساب الله. فتحيا مصر حرة دائما من صلوات قداس البابا طهرس الثاني وكل من يصلي في مصر إلى الله طالب الله خير ونرجو الله خير ومصر القيادة الرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي ربنا يطول لنا في عمره بدعوات البابا طهرس الثاني ربنا آمين.